كتير من الشباب بيوقعوا بنوع من الحيرة انه انا حابب اتعلم وقل ربي زدني علما، بنفس الوقت انا بدي اتزوج او تزوجت وعندي مرة واولاد وبدي اصرف عليهم وبدي افتح بيت، اروح اشتغل وراء لقمة العيش ومعنى هيك انه انا ما حاتعلم، ولا اروح اتعلم وبنفس الوقت بضيع اهلي وولادي؟ وكفى بالمرء إثما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيع من يعول. سيدنا وحبيبنا عمر رضي الله عنه كان عنده هذه المعادلة، عنده تجارته التي لا يستطيع أن يبتعد عنها ولا يستطيع أن يتركها نهائيا، عنده بالمقابل حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يتعلم على يديه وأن يتتلمذ على يديه. طب شو يعمل؟ يترك المجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك العمل؟ عمل توازن، قرر انه يشتغل يوم ويتعلم يوم، وباليوم اللي بيشتغل فيه زميله وشريكه بكون عم يتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبالعكس اليوم اللي عمر رضي الله عنه بكون عم يتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم زميله وشريكه بكون عم يشتغل معه بالشغل، ولما يلتقوا كل واحد فيهم بيخبر الآخر شو تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم. انت فيك تأخذ التوازن وتقيسه على نفسك وتطبقه على حالك. انت عم تشتغل مثلا 8 ساعات باليوم، ما حنقول لك وقف شغل لا، بس انت بعد ما تخلص ال 8 ساعات وتروح على بيتك فيك انت تنزل، وهذا حال كتير من الشباب انه بينزل والله بيقضيها على القهوة، بيقضيها مع الشباب، بيقضيها على الفيسبوك والواتساب والانستغرام، بيقضيها على مواقع التواصل، بتمرق السنة والسنتين والثلاثة وما عب بيزيد شيء علم، عبور وقل رب زدني علمه، بس هو بالتطبيق ما عب يرتقع، بكون عايش ايه بس كإنسان عادي، ما عب يرفع الجهل عن نفسه. انت فيك يا طيب كل يوم لو خصصت ساعتين او 3 ساعات لطلب العلم، بعض الناس بعد شغل خصصوا هالأمر كل يوم بين المغرب والعشاء أو بعد المغرب وبعد العشاء شي ساعة يطلبوا فيها علم أو يحفظوا القرآن، بعد مرور سنة أو سنتين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا وتعلموا التجويد وتعلموا كثير من الأحكام ورفعوا الجهل عن نفسهم. ما عم بقولك هالساعة والساعتين حتعملك عالم من كبار العلماء لا، بس بترفع الجهل عن نفسك، بتتعلم أمور دينك من ناحية، ومن ناحية أخرى بتتعلم أمور أنت ترتقي فيها، أمور التنمية البشرية والدورات هاي اللي أنت تكتشف فيها نفسك. خصص وقت للعلم، اعمل توازن بين العلم والعمل، اجمع بين العلم الدنيوي والعلم الأخروي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ها علم إيش؟ دنيوي والعلم الأخروي، وأحسن كما أحسن الله إليك. أنا زي ما رب العالمين أحسن لإلي وأعطاني هالحواس وأعطاني هالصحة وأعطاني هالذكاء، بدي كمان أتعلم أمور ديني لحتى أنا أرفع الجهل عن نفسي، عن زوجتي، عن أولادي. وكثير من العلماء جمعوا بين التجارة وطلب العلم، جمعوا بين العمل وطلب العلم. فأنت اسعى أن تنفض الكسل عن نفسك، خفف شوي من القعدة مع أصحابك، خفف من تضييع الوقت، خفف من الفيسبوك، مش تخفف من الفيسبوك تنط على التليجرام وعلى الانستغرام وعلى الواتساب، لا، خفف من مواقع التواصل الاجتماعي، وخصص لنفسك يوميا ساعة أو ساعتين أو ثلاث قد ما بتقدر، بس ألزم حالك فيها بطلب العلم حتى تجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليك وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.